السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا رب عيد مبارك على الجميع، على جميع أمتنا الإسلامية. إن شاء الله يا رب يعم السلام على جميع البلاد العربية، والفرحة تعم أطفال المسلمين وكبار المسلمين وشباب المسلمين. يا رب يفرج عليكم جميعا. حبيت أشارككم في هذا يوم الجمعة الفضيل مع إخواني وأصدقائي في مختلف البلاد. هذا اليوم الفضيل، يوم الجمعة آخر يوم في شهر رمضان، والحمد لله اليوم صلينا في الجامع الكبير، وكانت الخطبة عن شهر رمضان، شهر القرآن. وكان في عندي شوية ملاحظات يعني حاب أحكيهم في هاي المناسبة. إنه الدين الإسلامي هو دين معاملة، ديننا الإسلامي ليس فقط مجرد كلام مكتوب في الأوراق أو في القرآن الكريم، الكلام كلام الله. يعني أنا بلاحظ كثير على كثير من إخواننا المسلمين إجوا على الصلاة اليوم متأخرين، مما زاد الفوضى عند مداخل الجامع، ومما زاد الفوضى من أنه كثير منهم تعدوا على صفوف المصلين. يعني هاي الأخلاقيات ما بعرف أنا متى أنه إحنا رح نتغير، أو متى أنه إحنا رح نغيرها. يعني في أحاديث كثيرة تنهى عن هذه الأمور، وإحنا بعدنا مصرين على الوقوع في الخطأ. شو فائدة أنه أنت بتقرأ قرآن وبتصلي وبتزعج الآخرين؟ الدين دين معاملة، الدين دين أخلاق. إذا ما أثر فيك الدين وفي أخلاقك وفي سلوكك، لا فائدة لا شو إشي بتتعلم. يعني طلع على الدول الأجنبية كيف إحنا بنحترمهم، كيف إحنا بنحب نيجي لعندهم. ليش؟ شوارعهم مرتبة، عمراتهم مرتبة، بيحترموا الموظف، بيحترموا القانون، كل إشي في مكانه. يا ريت إنه إحنا هذا ينعكس على ديننا، على أنفسنا وعلى سلوكنا. يعني حتى موضوع الثقة، نادرا ما تلاقي شخص بثق في الثاني. علاقاتنا نوعا ما صارت أصبحت صعبة جدا جدا. يا ريت نستفيد من دروس اللي بنتعلمها من ديننا ومن قصص الصحابة، ونكون نحب بعض أكثر، نثق ببعض أكثر، عشان تنهض الأمة الإسلامية من جديد. إحنا إسلامنا الجميل. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كل صغيرة وكبيرة، يعني من الصباح للمساء علمك الانضباط، أوقات الصلاة، متى تبدأ صلاة الظهر، متى تبدأ صلاة الصبح، عشان تحافظ عليها، عشان تحافظ على موعدك. تخيل أنت بدك تروح تقابل بشركة كبيرة كبرى، بتروح على الوقت، والله يمكن تروح قبل الوقت بساعة، أو عندك موعد في سفارة، أو عندك موعد مع رجل مهم من رجال الدولة، مش تروح بكير وبتلبس أجمل الملابس. يا ريت إنه إحنا هاي الأمور منطبقها كمان في صلاتنا وفي عبادتنا وفي تعاملنا مع الآخرين، حتى إن إحنا نكون من الأشخاص الناجحين المؤثر. بدل ما يكون الأوروبيين إن هم القدوة، إحنا نكون إلهم القدوة. ليش ما نكون إحنا القدوة؟ إحنا الحمد لله تتوفر فينا ميزات كثيرة على عبر التاريخ. المسلمين كان لهم انتصاراتهم كبيرة، وكان في إن أثر في التاريخ بالكتب كل شيء. يعني تفرج هون، تتفرج على ستوكهولم، على الشوارع، على العمارات، ما شاء الله كل شيء بنظام، كل شيء مرتب، الباصات، الشوارع، الأماكن. يعني هاي بتحببك في المكان، بتحببك في الناس، بتحببك في التعامل، بتحببك إنك تطلع برات البيت. تطلع في البلاد العربية للأسف ناش نحكي ونحكم على الكل، لأنه في ناس بزعلوا. والله يا أخي بتجد الأوراق، حتى الطفل بتلاقيه يمكن يوصل عند هاي مكان القاذورات اللي برميها جنبها. فياريت نتعلم السلوكات هاي الأساسية من بيوتنا، من مدارسنا. هاي اللي بتأثر على الآخرين أكثر من أنه يشوفوك والله أنت معتكف طول شهر رمضان وأنت ما بتأدي واجبك اتجاه الآخرين. الناس بهمهم معاملتك معهم، لبسك نظيف مرتب، تحكي مع الناس بأسلوب حلو، تحترم الناس، تساعد الآخرين. وأتمنى للجميع إن شاء الله عيد سعيد. وما بدي أطول عليكم كلياتكم يا إخواني ويا أحبتي. يا ريت تكون صورة حسنة في الغرب للإسلام والمسلمين. يعني أنا والله طلعت من صلاة الجمعة جوات الجامع قاعد بفكر باللي بصير حوالي. ناس قاعدة بتتخطى رقاب المصلين، وناس اللي جايب طفلة معه صغيرة بتزعج بصوتها. يعني الحمد لله أنه تدارك الوضع وطلع، جايب لي طفلة عمرها كم من شهر، واللي جايين بتحدوا رقاب المصلين، واللي بصلي أثناء
الخطبة نفسها، يعني الناس أول ما تدخل خطبة الجمعة، أول ما تدخل الجامعة صلي. لا، في ناس تستنى حتى يأذن، تستنى حتى يطلع الخطيب وبعدين بتصلي. مش عارف أنا وين بتعلموا العالم هاي الأمور، يعني شوشوا على اللي وراهم، الناس مش قادرة تتفرج، صاروا يصلوا 4 ركعات، مش عارف كم ركعة صاروا يصلوا. وغير هيك في أمور كثيرة يا إخواني، إحنا نعتبر صورة لدينا. يعني أنا ما بقول عن نفسي والله متدين تدين كثير ولا ملتزم التزام كثير، لكن على الأقل أخلاقي ومعاملتي مع الآخرين يعني نوعا ما الحمد لله ربنا أعلم فيها. حاول الواحد فينا يساعد غيره، حاول الواحد فينا، واحد بده يدور على شغل، واحد بده موضوع، واحد بده شغلة نقدم له إياها على قدر كل واحد حسب إمكانيته، مش إنه الواحد يقاول الآخرين بطريقة سيئة جدا جدا. حاول نعطي صورة حسنة أمام السويديين إنه علاقتنا مع بعض كويسة، بنحب بعض، مش كل واحد بيحكي عن الثاني. يفهمونا إذا إحنا منحبش بعض، كيف يقول لك هدول عندهم دين جميل إذا هون بحبوش بعض وبلادهم بيقتلوا بعض؟ راح أقول لك هذا أي صورة أنتوا بتحكوا عن الدين وأي رسول وأي نبي. فلازم نحب بعض عشان نفرجيهم إنه إحنا منحب بعض ومنتعامل مع بعض كويس ومنقدم صورة جميلة للإسلام في الغرب على الأقلية في معاملاتنا. وعيد سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآسف للإطالة.